بانوراما أجمل الموضوعات. وصلنا إلى آخر فقرتنا لليوم. معنا ينضم عبر الهاتف المهندس ريان نور سعيد. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ ريان. يا أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. اليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم، بما أن الأجواء جدا جميلة بنهتم بالقطعة اللي ما كثير اهتموا فيه، سواء الحديقة الخارجية أو البلكون. خلينا نتكلم اليوم عن الحديقة الخاصة بالمنزل مع هالأجواء الجميلة. أرسلت لنا فيديو وشوية نصائح، خلينا نقول وتيبس وأفكار للحديقة. كلمنا عن هالصور وعن الأفكار اللي ممكن إحنا نضيفها في حديقة المنزل. حلو. شوفي، حديقة المنزل يمكن الآن كثير يبدأوا يتجهوا عليها بسبب هذه الأجواء الجميلة زي ما أنت قلتي، ويمكن الكثير ما يكون عندهم فرصة إن هم يسووا تغييرات جذرية أو تغييرات كبيرة جدا. فأنا بدي أتكلم عن أشياء بسيطة ممكن الواحد يسويها، جزء منها ممكن يحتاج وقت أو يحتاج جهد، وجزء منها لا، ممكن يصير بسرعة ويتنفذ بشكل سريع جدا. أشياء بسيطة جدا ما راح تأخذ مننا وقت كثير. الحاجة الأولى ممكن تكون حاجة كبيرة أو يحتاج لها وقت إنها هي تصير، أو يحتاج لها جهد إنها هي تصير، اللي هي موضوع أرضية الحجارة. كيف أرضية الحجارة؟ أنا بتكلم هنا إنه كثير من الناس ممكن يبغى حديقة ولكن ما يبغى ينشغل كثير بالزرع وبالسقي الزرع والاهتمام به والكلام هذا كله. فأنا أقول ممكن ناخذ الأجواء الجميلة حقت الخارجي، أجواءنا إحنا أجواء صحراوية، ممكن ناخذ هذه الأجواء ونكون حديقة يكون جزء كبير منها صحراوي. فلو إحنا عملنا الأرضية من الحجارة مثلا في الحديقة أو أجزاء كبير منها من الحجارة، نقدر نمشي عليها، نقدر نجلس عليها ونحط كراسي، نحط طاولات، نقدر نحط عليها بعد كده الأصيص أو المزروعات أو النباتات اللي نبغاها تكون في أصيص بمختلف الأحجام ومختلف الأشكال، ونقدر ننقلها ونغير مكانها زي ما نبغى. على فكرة هذه الأرضية كمان مو لازم أنها تكون بس من الحجارة، ممكن تكون من الخشب مثلا، في أنواع كثيرة من الخشب الآن المعالج اللي يستحمل درجات الحرارة العالية وممكن يبقى معانا طوال السنة. فتكون الأرضية الخارجية أرضية مختلفة، وأرضية الحديقة أرضية مختلفة عن الأرضيات الباقية حقة البيت أو عن الحوش العائلي. هذه واحدة من الأشياء الجميلة، تغير النفسية بشكل مرة كبير لأنه الوضع بيكون مختلف تماما عن الداخلي والخارجي. الشغلة الثانية بعد كده اللي هو موضوع مسار الأزهار. إذا احنا سوينا الأرضيات خشب أو سبناها على التربة العادية، فحلو جدا أنه يكون عندنا مسار من الأزهار أو من الشجيرات الصغيرة يدلنا على الباب الرئيسي. تمام، احنا نبغى ندخل الى البلة مثلا لها سور خارجي، فادخل من البلة للسور الخارجي الاقي فيه مسار يدلني بشكل لا ارادي كده، يقول لك هذا الباب هنا، حيطلع شكله مرة جميل ومرة حلو. طبعا هذا يكون جزء من الحديقة العامة حقت البيت ومن الجلسة العامة حقت البيت، على اساس لا تختلط الامور. شوفي، زي ما انه المساحات الداخلية بتكون مقسمة وفي عندنا مسارات للحركة وفي عندنا مناطق للجلوس وغرف النوم وكذا، فنفس الحكاية هذه بنسويها في الحديقة على أساس أنها تكون منظمة أكثر. البعض بس يبغى يجيب شجر ويحطه على بعض ويقول هذه الحديقة، لا، الموضوع ما هو بهذه الطريقة. الموضوع فيه تنسيق وفيه ترتيب وفيه ترى تخصصات خاصة، يعني زي موضوع التصميم الداخلي ترى فيه تخصص تنسيق حدائق أو عمارة البيئة، هو ده موضوع تنسيق الحدائق اللي في البيوت أو غيرها من الأماكن. فالموضوع يبغاله تنسيق أكثر ويبغاله جهد أكثر من مجرد أنه بس شجر أنا حزرعه في المكان وخلاص. واحدة يعني من الأشياء الجميلة اللي ممكن أضيفها، وهذه النقطة الثالثة، اللي هو موضوع الموية أو المسطحات المائية أو النوافير. ولكن أنا هنا بدأت أخذ الموضوع على منحى آخر، لأنه ممكن استخدام الموية بيكون صعب، برضو الاهتمام به لازم يكون عالي، حتى ممكن تكون تكلفته عالية. فأنا ممكن أخذ الموضوع بطريقة تانية، أنه أنا أسوي تيارات من الأحجار. حلو، جميل. طيب، فبدل ما يكون عندي تيار ماء نهر مثلا أو مسطح مائي، ممكن أسوي المسطح هذا بنوع من أنواع الأحجار البيضة اللي تديني تأثير، أخليها مثلا بشكل متعرج تمشي ما بين الأحجار. وفي بعض الصور حتوضح هذا الموضوع. ترى بشكل مره كبير. صحيح. ايوه، فتيار الاحجار المتعرج هذا حيديني تاثير الشلال ما بين الشجر او الشجيرات الصغيره، وفي نفس الوقت يبعدني من موضوع وجود المويه والاهتمام الكبير بها.
لأنه الأحجار خلاص حارميها بالشكل اللي أنا أبغاه، وانتهينا. تنظيفها سريع والاهتمام بها جدا جدا بسيط. أستاذ ريان شاكري لك المعلومات القيمة والجميلة عن حدائق المنزل. إن شاء الله نستكمل ما تبقى، تعرف الوقت عندنا للأسف ضيق زي ما احنا شايفين، الصور موجودة والمعلومات اللي حضرتك تفضل فيها دائما على حسابك على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، أشكر لك وجودك. أهلا بك مستمعين، احنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، أرجع لقاكم بكرة بإذن الله. إلى اللقاء. شوي شوي عم يتعلق فيها، دايب حبها سهم وصايب وعن وعي غايب وبلف حواليها. وهي شو عملت فيي، قلبي شوي شوي عم يتعلق فيها، دايب حبها سهم وصايب وعن وعي غايب وبلف حواليها. شرفتني الأستاذة أمين موسى. فرحانة برشا أنك شرفتيني. لا عليك يا نهى. جايين اليوم تنحكي لهم أحلى ذكريتك مع الام بي سي. مساء الخير للناس الكل. قول لنا علاش تأخرت اليوم؟ كان جاي على بالي مشبوس. مشبوس. أيوة. هل أنتم من الأشخاص اللي لما قرروا أنكم تعملوا دايت تكونوا ملتزمين؟